قدمت فرقة بالي أوبرا القاهرة عرضها الجديد كليوباترا، وذلك بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وتدور عروض فرقة البالي حول القصة التاريخية لملكة مصر كليوباترا خلال 25 مشهدا. لمدة 4 ليالي على المسرح الكبير تقدم فرقة بالي أوبرا القاهرة عرض كليوباترا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة. دم البالي كليوباترا ده مش الأول مرة دمنا البالي ده في الكايرو أوبرا هاوس، بس الموسيقى طبعا من محمد سعد باشا، كوريوغرافي تسمين رسات خوسيه بيريس، وإحنا اشتغلنا حوالي 3 أسابيع عشان كل الفرقات البالي بتشتغل في البالي ده. عندنا سوليستات كتير كليوباترا، سيزر، أنطونيو، أبولودورو، أوتافيانو، يعني في شخصيات كتير في البالي ده. يدور بالي كليوباترا ب 25 مشهد مسرحي وموسيقي حول القصة التاريخية لملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية ونهايتهما المأساوية بعد انتصار خصمهما في معركة بحرية. العرض الثالث للبالي كليوباترا احنا عرضناه 2019 و2022 و2023. هو البالي مكون من فصلين من 25 مشهد موسيقي اتألف موسيقيا، يعني من خد 8 شهور بالتعاون مع خوزيه بيريز اللي هو الكوريوغرافر بتاع البالي، وارمينيا كامل لمدير فرقه البالي. يعني ده يعتبر من اهم انجازات دار الاوبرا، لانه يعتبر اول تكليف لدار الاوبرا لكتابه موسيقى اصليه للبالي تدور احداثه على حول قصه تاريخيه حدثت في مصر. فرقه بالي اوبرا القاهره تاسست عام 1966 وكانت تابعه للمعهد العالي للبالي، وقدمت اولى عروضها في نفس العام، كما طافت العديد من دول العالم. Thank you.